بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. السيد رئيس مهرجان سيدة عثمان السينما المغربية سي مشو، السيد نائب البرلماني رئيس مقاطعة سيدة عثمان، السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية والسادة رجال السلطة في عمارة القطاع سيدي المشيد، السادة رؤساء المصارف الكينية، السيدات والسادة المنتخبون، السادة الرؤساء ومثل المصارف الخارجية والمدينة المنظمة، السيدات والسادة الفاعلين والسيدين الأهلون، السيدات والسادة ومثل مختلف المناظر الصحفية في الحضور الكريم، إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن أتناول الكلمة مرة أخرى أمام جمعكم الموقر بمناسبة افتتاح مهرجان سيدة عثمان للسينما المغربية المنظم من قبل نادي السينما لسيدة عثمان بتنسيق مع مقاطعة سيدة عثمان وبدعم من المركز السينمائي المغربي، وهي كما مجرى العالم مناسبة بطبيعة الحال لكي أدرك بعض الفرصات الأساسية بعجالة واقتدار. أولاً، إن احتفالنا اليوم بدورة 10 للمهرجان يعتبر أحد بداية الإنجاز. إنجاز يحسب للمنظمين وهم يهنئون عليه نظراً لإكراهات عديدة كثيرة الصعبة التي يواجهونها كل سنة، صعوبات مهنية مادية لوجستية مالية. إننا نرى في الوصول إلى هذه الدورة العشرة دليل على عزمكم وانخراطكم الأبشر في نهوض والالتقاء بالفنون السينمائية للمنطقة والمساهمة بالتالي في التنمية الثقافية انسجاما مع توجهات السلطات العمومية. فليجد في كلمة هذه كل من ساهم من قريب ومن بعيد في تحقيق هذا التحدي أجمل التحيات وأصدق التشكرات على ما أجزاه المعطاء، إضافة إلى كليتين ومدرسة عليا تبدو بحلمها أيضا في المجال الثقافي والفني. عملتنا تتميز أيضا بتنظيم مهرجانات ذات صيت وطني ودولي أيضا، أشير بالخصوص إلى المهرجان المنظمين من طرف كلية الآداب والعلوم الإسلامية، بالإضافة إلى كل فاعلين تمنيا عمرا طويلا للمهرجان وللجمهور استمتاع بكل فقرات هذه الدوره العاشره. سي هشام اعتذر ما رحبش في البدايه، سي هشام نائب رئيس مقاطعه مباشره. وفقنا الله جميعا لما في خير البلاد والعباد تحت الرياضه الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، وأقر عينه بوليعه صاحب السمو الملك الأمير مولاي الحسن، وشد أزر جلالته صاحب السمو الملك مولاي رشيد وسائر أفراد أسرة الملكية الشريفة بن سلمان المجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.